النباجة. يا أمي يا أمي، عاوز أشرب يا أمي. المية قطعة من الصبح يا ولدي. لا، انتوا أكيد بتصوروا الكاميرا الخفية وبتشتغلوني. مش فاهمة ايه كاميرا خفية دي. بقول لك مفيش في البيت ولا نقطة مية، كلها شوية وتيجي. ولا حتى كوباية مية صغيرة اشربها. ولا نقطة خالص. معلش استحمل. يعني هفضل عطشان كده؟ يوه. طب خد الجيركن ده وملهم الكولدير اللي في الناحية التانية. مع اني مش بحب اعمل مشاوير، بس ماشي، اصلني هموت من العطش. بيقولوا ان المية قاطعة في البلد كلها ومش هتيجي غير على بالليل. لا، داني سألت في شركة المية، قالوا لي دي ماسورة انكسرت وعاملة مشكلة كبيرة وممكن ما تجيهش غير بكرة. ايه ده بقى؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ فين المية يا جدعان؟ حسونا عطشان يا جدعان. الله الله، صابونة ومية، يبقى على طول لعب بالرغاوي. يا خبر يا حسونة، حد يعمل كده في المية؟ معقول؟ حتى جردل المية اللي بينفعنا لما المية تقطع لعبت فيه بالصابون يا حسونة؟ ادلو جيها واملي غيرها يا أمي. معقولة يا حسونة ببساطة كده؟ هو انت مش عارف قيمة المية يا ولدي؟ يا دي المية يا أمي، المية ما هي كتيرة خالص اهي، ودايما موجودة. أمي كان عندها حق، والأستاذ وبكار، أنا فعلا ما كنتش عارف قيمة المية، لكن مش مشكلة، شوية كده وترجع تاني، واني مش هبقى استخدم مية كتير زي الاول، اشرب وبس، وهبقى اقفل الحنفية، او يعني هحاول اعمل كده. هحاول. لا حول ولا قوة الا بالله. هوي يا عم جردوني. هوي يا حسونة. مالك يا عم جردوني، انت زعلان لي؟ يعني مش عارف، نهر النيل ميته قلت وقال معاها السمك خالص. مفيش سمك؟ معقول الكلام ده؟ يعني لو مفيش مية يبقى مفيش سمك؟ طبعا السمك حياته في المية يا حسونة. يا خرب بيتك يا شناوي. في ايه بس يا عم شناوي؟ مالك انت كمان؟ مصيبة، كارثة، حاجة تانية غير موضوع المية؟ لا، هي المية. الزرع نشف والأرض شققت من قلة المية يا حسونة، مش هنعرف ناكل. يا جدعان مش هينفع كده، كل حاجة باظت وانا هموت من العطش. ايه ده؟ داني غبي قوي، ما اروح اشتري مية معدنية. بس يا حسونة اسكت، أحسن حد يسمعك ويخلصوا المية المعدنية ويشتروا كل الجزايز. خد يا عم عادل، هاني عاوز إزازتين مية كبار سجعين قوي قوي وبسرعة. إزازتين إيه؟ المزاد خلص خلاص. مزاد إيه؟ بقول لك عاوز مية يا حبيبي. آخر إزازة مية عملنا عليها مزاد، واللي دفع أكتر كسب وأخدها. هو الموضوع وصل لكده؟ طب ودي خدها بكام؟ بخمسمية وسبعين جنيه. إيه؟ ليه؟ يعني إيه؟ مش كنت أقفل الحنفية أحسن؟ أني عطشان. بق مية، أني حسونة صاحبكم عاوز أشرب طبابيلي شفايفي.